بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أنا اسمي يامن بالصف الخامس، عمري 11 سنة. أنا متابع القرآن الكريم عشان بإذن الله أحفظ، وربنا يعطيني أجر ثواب. وأنا بروح على المسجد كل عصر، وبداوم كل سبت وأربع. بروح المسجد بصلي جماعة، وبيجي الشيخ بحفظنا فوق بالمسجد، بحفظنا وبيعطينا قرآن وبشجعنا وبيعطينا جوائز. أبوي وأمي كمان بيشجعوني وبيعطوني جوائز كثير. كان يقول يا من تابع القرآن الكريم لأنه ربنا بيعطيك أجر ثواب، اللي بيحفظه يوم القيامة هذا القرآن الكريم بيشفع عنك. وكان أبوي يقول لي إنه صوتي حلو كثير، وامي كمان، وقلت انا كل ما احفظ ايه اروح اسمعها لامي. القران كان يساعدنا بالدين والتلاوه. كيف الدين كان يحفظني ايات، ابكي حفظ ايات اقراها عن قلب قدام الاستاذ بيعطيني علامات كثير. اما بالتلاوه بيعطيني تجويدات اللي هي اخفاء اقلاب اظهار حلقي، كان يعطيني تجويدات كثير. وكان هذا القران يساعدني كثير ويعطيني معاني بالقران الكريم، وانا كنت يعني بفهم هذا القران منه ايش كان ربنا وايش. انا قرات لكم الايه اللي هي وبشر الصابرين، يعني كيف قصده الله تعالى بقول لك يعني الناس اللي فاقده ابنائها ربنا كل ما يصبروا ربنا بيعطيهم اجر ثواب، وبروحوا على الجنه دغري هذول اهاليهم. وضع المخيم صعب كثير، ويعني اي بيت مدمر والشوارع مدمره، وكثير ابناء اهل فاقده ابناء، يعني المخيم كثير صعب. بس احنا بنضلنا صابرين ونضلنا صابرين ليوم الدين عشان ربنا يعطينا اجر ثواب. امنيتي اني احفظ هذا القران واجتهد فيه وافتخر بين الناس يقولوا هذا حافظ القرآن الكريم. انا حابب بس اكبر اسير زي الشيخ اللي بيسمع لي، احفظ اسمع للطلاب واوزع لهم مصاري تبرعات واتبرع للايتام. وبشر الصابرين، ربنا حكى لنا بهي الرساله اللي قرات لكم اياها، وبشر الصابرين. هاي الرسالة بتقول اللي بصبر ربنا بيعطيه أجر وثواب، وخاصة اللي فاقد أبنائه. أنا رسالتي إنه المخيم يضلوا صامدين ليوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.